ضيفي في الاستوديو السيد احمد ناصر، مدير اول استثمار في مصرف كوانتوم للاستثمار. سيد احمد اهلا بك. ابدا بقرار الفيدرالي الامريكي الاستمرار بتقليص التحفيز الكمي، قلص 10 مليارات دولار. هذه خطوه متوقعه الى حد ما، كانت في على الاقل في اليومين الماضيين الكثير توقعوا بالقيام بهذه الخطوه. كيف ترى انعكاساتها؟ هو زي ما تفضلت، يعني دلوقتي هو التقليص كان متوقع. إذا حدث عكس ذلك كانت يعني ستحدث أزمة في الأسواق العالمية. ولكن المشكلة أزمة في الأسواق العالمية إذا لما صار التقليص، إذا ما صار التقليص، لأنه إلى درجة كبيرة كان موضوع العشرة مليار محتسب في الأسواق الحالية. صحيح. ولكن الوضع الحالي في منطقة آسيا هو ما يدعو للقلق، وخصوصا ما يحدث في العملات في الأسواق الناشئة بالتحديد. رأينا تركيا اتخذت خطوات برفع الفايدة لمحاولة التصدي، ولكن في نفس الوقت عادت الليرة التركية وما زالت في حالة هبوط. أنا لا أتوقع أن تحدث أزمة شديدة مثل ما حدث في أكتوبر 87 أو ما شابه ذلك، ولكن هناك حالة قلق نوعا ما بسبب التقليص في التيسير الكمي وبالتحديد في الولايات المتحدة، مع أنه كان معلن متوقع ومتوقع. الفيدرالي الأمريكي هو معني في الشكل الرئيسي بالأداء الأمريكي. أداء الاقتصاد الأمريكي إلى حد ما معقول، برغم أن هناك بعض الأرقام التي لم تكن على المستوى المطلوب، ولكن إلى حد ما كما قال في الستيتمنت امبارح الفيدرالي الأمريكي أنه في المجمل الأوضاع في تحسن مستمر. طيب بس ضلني عند هذا القرار، اشرح لي شو تأثيره بالتحديد على الأسواق الناشئة. يعني المحللون يرون أنه أسواق العملات مش راح تأثر بالتأثير الكبير مثل الأسواق الناشئة بالتحديد، كيف ترى ذلك؟ الأسواق الناشئة هو المشكل حالة البيع التي تحدث، فبالتالي يحدث ضغط على العملات. اوكي، فالمواضيع مرتبطه ببعضها، حاله البيع الرئيسيه الى ان تتوقف حاله البيع في الاسواق الناشئه سوف تتوقف حالات الضغط على بس هذا القرار صعب الامور على البنوك المركزيه بالدول الناشئه. يعني بعد ما دخل البنك المركزي التركي، دخل شوي لاحق سابقا الصيني الى اخره، كل هذول دخلوا لحتى يعني يرجعوا القيمه الى حد ما لعملات هذه الدول. هذا القرار صعب عليهم الموضوع، يعني هل سوف يلجؤون لخطوات مماثلة لاحقا؟ هناك إجراءات يمكن أن تتخذ، وقد رأينا تركيا يعني بدأت، وتركيا أيضا أعلنت أنه في حال فشل محاولة رفع الفائدة هناك خطة باء. مع أن رئيس الوزراء التركي رافض هالشيء طبعا، لن يتم في القريب العاجل، ولكن سوف يكون هناك إجراءات سوف تتخذ لوقف الضغط على الأسواق الناشئة. لكن خلينا نرجع للصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة هو أن الوضع العام الاقتصاد في العالم كله في زي ما نقول منعطف حرج في الفترة الحالية. كنا معولين على أن يكون التحسن في الاقتصاد على وتيرة أسرع، ولكن ما رأيناه في الفترة القليلة الماضية يعكس أن التحسن سوف يكون على فترة أطول قليلا، وهو ما حدث. مع أنه الرئيس أوباما كان متفائل بخطاب الاتحاد يوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي، متفائل بأن يكون يحقق نمو إيجابي في عام 2014. على كل حال سوف أتابع هذا الموضوع ودعوات أوباما فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي بعد فاصل. سيد أحمد تفضل بالبقاء معنا أنت والمشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة البوسطة، لكن قبل ذلك سوف نتوقف مع عرض إخباري سريع لأهم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم.
نعود بدورنا الى ضيفي في استوديو احمد ناصر مدير اول استثمار في مصرف كوانتوم. سيد احمد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن قرار الفيدرالي الامريكي باستمرار عمليات تقليص التحفيز الكمي. بن برنانكي كان خطابه الاخير البارحه في رئاسه البنك الفيدرالي الامريكي. ما التوقعات لجانيت يالين؟ هل سوف تستمر في هذه السياسة لبن برنانكي أم ماذا؟ هو بالطبع وكان اختيار جانيت يالين موفق إلى حد كبير، لأن هناك اتفاق كبير في السياسات وطريقة تطبيقها على أرض الواقع. نعم. ما بين بن برنانكي وجانيت يالين. أعلن الفيدرالي الأمريكي أنه سوف يقوم بالتقليص، وأنه يتوقع أن ينتهي من التقليص على نهاية عام 2014. وأنا أعتقد أنه هو قد مهد الطريق إلى هذه الإغراءات منذ فترة طويلة، ونحن الآن بصدد هذا، ولن يتوقف الفيدرالي الأمريكي إلى أن ينتهي من موضوع التقليص. عادة ما يحدث حالة من الارتباك في الأسواق مع سحب السيولة الزائدة، ولكن في النهاية الاقتصاد الأمريكي مدعوم بالقوة الاستهلاكية من الأمريكي نفسهم، الشعب. صحيح. الأمريكي، الشعب الأمريكي يصرف تقريبا يعني معظم الدخل. وان الفتره الماضيه بالتحديد الشهر الماضي راينا طبعا تراجع في هذا الاستهلاك جراء الاوضاع المناخيه، الى حد ما لاحظنا قله الاستهلاك في ذاك الشهر. لكن دعني اتحدث عن اوباما نفسه المتفائل بعام 2014 بالاقتصاد الامريكي. كان في دعوه راها البعض غريبه، دعا الى زياده الحد الادنى للاجور اللي هي عند 7.25 دولار بالساعه الى 10.10 سنتات بالساعه. لكن البعض راى انه كيف عم يدعو الى زياده بالحد الادنى للاجور في حين الانتاجيه ما زالت قليله في الولايات المتحده الامريكيه. مظبوط، ولكن هناك توقعات بان نمو الجي دي بي الامريكي في خلال الربعين القادمين سوف يكون اسرع مما يعول عليه الاقتصاديين في هذا الشان. وهناك ايضا توقعات عن استمرار النمو في امريكا بالتحديد على وتيره اسرع من باقي انحاء العالم، بالتحديد اسرع من منطقه اليورو ومنطقه الشرق الاقصى. فهو يعني يرى ان هذه الاجراءات في ظل التحسن العام في الاقتصاد الامريكي سوف تمنح الحزب الديمقراطي بعض النقاط سياسيا بحيث انه في الانتخابات القادمة سوف تستغل يعني هذه النقاط. كلام الليل يمحوه النهار لاحقا. بس بدي احكي كمان من دعوته انه تمديد برنامج إعانة البطالة. يعني امبارح استشهد بكلام زميلك طبعا نور الدين الحموري وهو محلل مالي، تحدث انه هذا البرنامج كانه عم بيقول اوباما خلص يا شعب ما تشتغلوا، في عندك برنامج لإعانة البطالة نعطيكم مصاري. كيف ترى هذا البرنامج؟ هو مش بالضبط يعني بس هو ضروري، هو اساسي، لان اذا حدث اي اختلال في البرنامج ده بالذات سوف تكون هناك مشاكل شديده، سوف تكون هناك ارتفاع في معدلات الجريمه، سوف يكون هناك ارتفاع في معدلات اكيد بالطبع. ف موضوع الإعانة تمديد البرنامج هو أساسي في الإطار الاجتماعي. بالضبط، صحيح. ولو أنه له تأثير سلبي اقتصاديا، ولكن من
المهم أن تحافظ على نسيج المجتمع صحيح. وأن تحافظ على نقطة الوضع. واضحة ومهمة سيد أحمد. دعني أذهب الآن إلى منطقة اليورو. طبعا اليوم نحن بانتظار بعض بيانات الثقة، ثقة بمناخ الأعمال، طبعا ثقة بالاقتصاد ككل، والثقة بالواقع الصناعي في منطقة اليورو، فضلا عن ألمانيا بانتظار معدلات البطالة. نتحدث عن بيانات الثقة، ما المتوقع لمنطقة اليورو؟ متوقع ارتفاع في معدلات الثقة. منطقة اليورو خرجت من مرحلة الريسيشن الذي كان مسيطر عليها في خلال الثلاث أعوام الماضية. هناك نمو في الاقتصاد، هناك نمو في الثقة، وقد أصدر الـIFO الألماني من يومين تقريبا مستويات مرتفعة جدا أكيد صحيح. فهناك حالة من التفاؤل في أوروبا، ولكن بس عند الصناعة أيضا تتوقع فيما يتعلق بقطاع الصناعة، هل توقعات إيجابية لهذا القطاع؟ على الأقل سوف تكون عند المتوقع. أيضا ألمانيا كما ذكرنا بانتظار بيانات البطالة، طبعا بشهر يناير كانون الثاني، التوقعات عند 6.9%. سوف أتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد بعد فاصل قصير. أيضا تفضل بالبقاء معنا سيد أحمد ناصر، أنت والمشاهدين الكرام. فاصل نعود بعده لمتابعة هذه الفقرة من البوصلة. عودة إلى ضيفي أحمد ناصر، مدير أول استثمار في مصرف كوانتوم. سيد أحمد، كنا نتحدث عن الأرقام المتوقع صدورها اليوم عن الاقتصادات الأوروبية بالتحديد ألمانيا. ماذا عن معدلات البطالة وكذلك التضخم المتوقع ليناير؟ عامة ليس هناك شيء يدل على أن هناك سوف يكون ارتفاع شديد في التضخم في الفترة القليلة المقبلة. ويعني هناك أسعار الذهب، هناك أسعار الكوموديتيز التي تشير إلى أنه ليس هناك حالة من التضخم في القريب العاجل، وهو ما يسهل عملية استمرار النمو بشكل أسرع. حتى لاحظنا امبارح مؤشر ثقة المستهلك بألمانيا سجل الأرقام أفضل من التوقعات، 8.2، أفضل من التوقعات، أفضل من القراءة السابقة. هذا مؤشر جيد للاقتصاد الألماني. مظبوط، هناك ثقة، هناك حالة ثقة في الاقتصاد الألماني، وهو الذي يقود المنطقة الأوروبية صراحة. يعني خارج من المشكل الذي وقع فيه في خلال الفترة الماضية، فترة الريسيشن، وهو قاد المنطقة اليورو إلى خارج الريسيشن، خارج المرحلة، وهناك تسارع في وتيرة النمو. لكن هناك الكثير من الناس يرون أن يعني يريدون النمو أن يكون أسرع وأسرع، ولكن هذه مسألة نسبية، مسألة تأخذ بعض الوقت. يعني هناك بعض الوقت، يعني قديش يعني في نهاية اقتصاد العالم منتظر أرقام معينة. مظبوط، ولكن يعني لا ننسى أنت كنت فين في أزمة صحيح، وأصبحت فين صحيح. فهناك تحسن شديد، مع أنه دراجي ما بعرف إذا كان كثير متفائل ب 2014 بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو. دراجي ما زال متمسك بمسألة ضخ السيولة، وهو قال أنه سوف يكون متمسك بهذا الموضوع إلى أن يصدر بيانات تشير إلى عكس ذلك. نعم، إلى الاقتصاد الثاني عالميا، الاقتصاد الصيني. مدراء المشتريات الصناعية عند أدنى مستوياته في 6 أشهر، يعني خلينا نشوف الأرقام بالتحديد. سجل 49.5 مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير 49.6، والقراءة السابقة كانت عند 50.5، يعني مزبوط. تحت 50 أنه شيء سلبي للاقتصاد الصيني أو بشكل عام الاقتصادات العالمية. مظبوط، هناك حالة من القلق في الأسواق الصينية، ولكن يعني إلى درجة كبيرة. أنا يعني في اعتقادي أن موضوع الأرقام التي تصدر من الحكومة الصينية هي أرقام إلى حد كبير محتسبة في الأسواق. يعني مثلا الأسبوع الماضي رأينا السوق الصيني أغلق نهاية الأسبوع مرتفع بنسبة 2%، بس ضخ السيولة مرتين للمركز الصيني بالأسواق.
وهناك كل هذه السياسات تدل على أن هناك يعني زي ما تقول مساندة للاقتصاد الصيني. وحدث أن رأينا الاقتصاد الصيني في تحسن، ولكن هناك ثقة بأنه سيكون soft landing كما يقولون وليس انهيار. وقد بدأت موضوع كما يقولون soft landing process. نعم، خلال مقدمة هذه الفقرة تحدثنا عن الاقتصاد النيوزيلندي. المركزي النيوزيلندي يحافظ على أسعار الفائدة الثابتة، لكن هناك توقعات بدفعها قريبا. هذه الخطوة من المركزي النيوزيلندي يعني أنه مرتاح لحد ما أم ماذا؟ أكيد هو يعني الوضع الحالي لا يتطلب أي تدخل، ولكن إذا صار التحسن بطريقة أسرع أكيد ليش لا يعني. نعم، السيد أحمد ناصر مدير أول استثمار في مصر في كوانتوم للاستثمار، شكرا لك على هذه المشاركة في بوصلة هذا اليوم.